مرحبا، معودين نكون عم بعمل مراجعات لهواتف، ولكن اليوم مع صديقتي المخرجة نايلة، أول مخرجة إماراتية موجودة مخصصة بالأفلام القصيرة. حلوة هي مخصصة للأفلام القصيرة. حمستني. وين كنت يا نايلة مختفية؟ سموني ملكة الأفلام القصيرة. بس هلأ بطلنا خلاص. هذا الشيء صح؟ وين كنت مختفية صالي فترة؟ كنت مختفية أسافر من دولة لدولة، ولسه راجعة من مهرجان كان السينمائي. كانت أحلى تجربة لي، وخاصة أن كنت مع موبايل أونر وشوف نسقت العباية على اللون. مزبوط. وهذا يسمونه السيان، أجمل لون عندي. وأحلى شيء هو دمج بين الأخضر، يمكن أو أخضر وبيلمع بالضبط. وأجمل شيء كنت على البحر، فاللون كان رائع. وكنت في مثل ما يقولون يعني منبع السينمائيين، منبع صناع المحتوى، فالكل كان يوقفني بالشارع يقول لي شو هالموبايل، لأنه شو شد انتباههم؟ العدسة. العدسة هاي رهيبة جدا، وما عندي صبر أخبرك عن تفاصيل الموبايل. اخترتي الأونر ماجيك 4 برو كمخرجة أو حتى كشخص عادي يستعمل الهاتف، ليش اخترتي هاتف الأونر بتصوير؟ أول شيء اسمه جميل جدا، يعني with honor, with honor. وايد كلاسي. وثاني شيء الموبايل الوحيد اللي في العالم لأول مرة في التاريخ يستخدم تكنولوجيا الآي ماكس تكنولوجي. وأنا كوني يعني صانعة أفلام في السوق أكثر من 20 سنة، نحن دائماً عنا كلمتين يا دولبي سراوند أو آي ماكس. فيوم شفت في موبايل في العالم آي ماكس على طول انبهرت، وحبيت أخذه معاي مهرجان كان. وخلال المهرجان صنعت 5 أفلام بالموبايل نفسه. فيوم شفت الموبايل أول شيء طبعاً اللوك جداً جميل، في كذا لون، وهذا اللون ناسبني أنا كمرأة، يعني ناعم ونسقته مع العباية. كل شخص وقفني في مهرجان كان عسب العدسة الرهيبة هاي. أول موبايل في العالم تستخدم اللي هو صناعة، أو عفواً تستخدم الآي ماكس. أنا كيعني مخرجة أفلام هاي الكلمة خلاص، يعني أنت بس قولك آي ماكس أنا بشتري موبايل على طول، لأن صناعة آي ماكس يعني مثل ما يقولون حطوا فيها الختم ان هذا الشيء بيرفكت 100%. هون كنا ناخذ نحن التصوير العادي اللي معودين عليه بكاميرات الهواتف عادي لليفل ثاني بالتصوير. هون عم تحكيني كنت عن التصوير الفيديو، شو كانت تجربتك بتصوير الفوتو العادي الصور العادي؟ نعم، اول شيء هذا الموبايل انا ما اعتبره موبايل، هو موبايل بس انا اعتبره مثل سلاحي الخاص. هو كاميرا طلع له موبايل. ايوه بالضبط. مثل كاميرا خفيفه في ايدي، في مرونه. والجميل فيه انه ممكن انا اصور فيديو، راجعت لك على الصور، اصور فيديو ونفس الوقت امنتج اللي هو الاديتنج في الكاميرا نفسها. فاذا انا مستعجله هاي الكاميرا رهيبه، لان فيها تقنيات ممكن نتكلم عنها، وايضا تقنيه التصوير اللي هو الفوتوغرافي. جوده الصوره نفسها يعني رهيبه، يعني كريستال كلير. فاليوم اذا انا احط كاميرات ثانيه بروفيشنال واحط صوره من الاونر ما حد يعرف الفرق. انا سويت العمليه في اللابتوب عندي، وغير ان الصوره واضحه جدا وكريستال كلير، بالليل فيها لو لايت رهيب. فيوم صورناه اخذنا صور فوتوغرافيه بالليل، ما يعني ما اختربت الصوره، تمت في جودتها العاليه. بعدين يستخدم الاي ماك انهانسد اللي هو اول موبايل في العالم يسوي هذا الشيء، وانا كفيلم ميكر جذبني على طول. يعني قبل ما اسافر كان اسبوع اشوف كل التكنولوجيز الموجوده في الموبايل، وانبهرت بجودة الصورة رهيبة جدا. أحلى شيء في الموبايل إنه في 8 لاتس. أنا بشرح لك شو قصدي بال 8 لاتس، بس أنت خبير أكيد تعرف، بس للمشاهدين عشان يفهمون شو يعني 8 لاتس. ال 8 لاتس معتمد موثق من IMAX Enhanced، معناته فلاتر يعني. ممتاز، عشان تشرح للناس العادية أو الناس اللي ما يعني مو في المجال، هي مثل فلاتر بس فلاتر موثقة من IMAX Enhanced، يعني سينمائية. يعني أنت عندك 8 مجالات تحط فلتر يغير الصورة اللي هي رو، ويحط فيها اللات الموجود في الموبايل. كيف كانت تجربتك مع تصوير 4K نايلة؟ أحلى شيء أنه 10-bit 4K log، أيضاً نصور على 60 frame per second، وهذا أعطاني مجال أني أصور وأمنتج وأخلص أطرش الفيلم في نفس اليوم. بحس الفيديو الجاي تبعي حتصوري بكاميرا الأونر ماجيك 4 برو صح؟ ممكن. على فكرة أنا ممكن أقول لكم قصة حقيقية وقعت معي. في كان عندي منتج أمريكي استخدم الموبايل معي، عنده أكثر من 72 فيلم أمريكي طويل.
قال لو هو عنده بس 4 من أونرز بيسويهم مثل الميتريكس، بيركبهم وبيسوي شيء خيالي لأنه يصور أكشن، يصور فيهم فيديو السينما عادي. نعم. خلال استعمالك بالتصوير الفوتو العادي وبال يعني بالثلاث كاميرات الموجودة، في شيء لفت لك نظرك بهاي الكاميرا كانت مش موجودة بغير تليفونات؟ صح، هاي كانت الكاميرا الساحرة. لأن يوم كنت في مهرجان كان حبيت أصور يعني وايد على سواسعة يعني. إيه بالضبط، واسعة. فاكتشفت إن فيها فيتشر اللي هو يسمونه فيوجن رهيب ما شفته في أي موبايل ثاني، اللي هو يتصور العدسة وايد ألترا وايد وأيضا ماكرو كلهم في نفس الوقت. يعني أنت متصور الثري العدسات الثلاثة يشتغلون في نفس الصورة، أنها تعطيك أكبر جودة للصورة. فانبهرنا نحن كيف الألوان حتى اللي هي القريبة والبعيدة طالعة جدا كريستال كلير. نايلك كلمة أخيرة بدي أقولها، ليش لازم يكون معي هاتف الأونر ماجيك 4 كهاتفي الأول اللي أنا بستعمله كل يوم؟ الموبايل أنا الحين عشت وياه في شهر كامل، فأقدر أتكلم بكل ثقة إنه متكامل من كل النواحي. أولاً الكاميرا ما عليها كلام، تستخدم IMAX Enhanced Technology، وأنت تعرف IMAX كاميرا استوهم مصورين في Top Gun، فأقوى التكنولوجيز في العالم. الصورة عندك أكثر من الرائعة، الصورة روعة عندك، الفيديو خيالي. يعني أنا كمحترفة هذا الموبايل يخليني أستخدم 3D LUTs أصور وأمنتج وأنشر نفس المكان، فهاي قوة. سواء يعني بتستخدم أبليكيشنز أو موبايل عادي، كل شيء موجود وزيادة. طبعا هو الحين صديقي العزيز اللي هو الأونر ماجيك 4 برو. نايلة شكرا كثير لك، جود لك لك بفيلمك الجديد اللي هو مش قصير صح اللي جاي، وكمان مبروك أونر ماجيك 4 وبستخدمه في الفيلم.